السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كيف حالكم يا جماعة؟ جبنا لكم هالمرة هذا الداف، طبعا نفس الداف أني نشرته قبل شهرين، بس هذا تحديث جديد شباب، يشتغل 1.41 إلى 1.42. زين حبايب قلبي، لما تجي هناك كليك اليمين مع الماوس تدوسه تعطي هنا فك الضغط، لما تعطي فك الضغط بصراحة السيارة بده تعديل كثير، تابعوا هاني عدلته، تأتي هنا فك الضغط بعدين يطلع هذا الملف، تفتح الملف يطلع هذولهم كلهم، يطلع انت ما عندك علاقة ويا هذولهم، بس هذولهم شوفه تأتي هيجي آه. كليك اليمين تأتي نسخة تأتي فيه، تجي هنا على ماي كمبيوتر، هذا تفتح الماي كمبيوتر، تجي على المستندات هنا تفتحها، تجي على يورو تراك سيميليتر تفتحها، بعدين تجي على الموت هذا تفتحها، وهنا تعطي اللزق شوفها، يقول انت عندك ما اريه، شوف هذولهم كلهم موجودين، هي داف 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 داف، هذا كله داف، انا عندي طبعا مو محتاج، فندخل على اللعبة. خلي اللعبة حاليا لعبة مالتنا يشتغل، نمشيها، تجي هنا عمري على المكان المودات هي هذا تفتحها خلي يشتغل. شوف اخواني هذولهم هي، شوف هذا 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 هذولهم شلون مثلا، شوف اني خليته هذولهم يما يصير لونه رصاصي، لما تضرب كليكين يصير اخضر، هو اوتوماتيك يتحول هنا، بعدين هذا يصير اسود، هذا الاسم تدوسه تك، لما انت دست رأسا يحول لك على اللعبة. زين زين حبايب قلبي، هسا لانه هو خريطة بروموت اشوفه يتأخر او لا. الشباب هسا حاليا اني اسوي شو اسمه تاع فيديو سريع مثل ما يقولون حتى ما يطول الفيديو، يلا نتابعه.
لا زين، هسه حاليا أنا بالخريطة العراق، وطبعا سيارة يشتغل على كل الخرائط. زين عمري، هذا السيارة مالتنا. نروح على الداخل، هذا الداخل يا ماله، وداخل يا ماله بكيف، وتدريد تسوي هذا احمر اصفر كل شيء بكيفك مثل ما انت تريد. هذا اللون تريد احمر اصفر كيفك، الكشن كل شيء، داشبول تريد اي لون انت تحب. وحتى هذولهم، شوف هذولهم مال ماء مال جامات، كلهم تقدر تغيره بكيفك مثل ما انت تريد. زين عمري، فاني ما اريد الفيديو يطول. حبايب قلبي لايكاتكم قليلة والله قليلة، لا تنسوا لايك واشترك بقناتنا. اذا طبعا قناتي هو عالم الموتات، اي موت تحب موجودة موجودة، شتريد خرائط شتريد موجودة. زين عمري، فيما لا والله ما اريد الفيديو يطول. يلا حبايب قلبي، فيما لا.